من فترة كم شهر قتلوا المرحوم جواد الباروكي. أول امبارح قتلوا المرحوم مرهج الجرماني اللي فضلوا على ساحة الكرامة، اللي ما كان اسمها ساحة الكرامة لو ما كان مرهج الجرماني أول الناس اللي نزلوا لهون. واللي عملوا مرهج الجرماني 23 مليون سوري ما عملوه، 13-14 محافظة قاموا لمدة 13 سنة ما سكروا شعبة الحزب. مرهج الجرماني بخمس أيام سكر فرع الحزب. المرحوم مرهج كل واحد منا اليوم هو مشروع شهادي. نحن برجع بأكد نحن مش جايين لهون لنغني ونهتف وبس وننبسط، مش طالعين سراد، طالع كل واحد منا اليوم مشروع شهادي، ممكن بكرة أكون أنا. بس هالموضوع ما رح يثنينا. كل ما حاول هذا النظام البائد الفاجر إنه يلغي ساحة الكرامة بنرجع بنموت عن جديد. نحن مستمرين والنصر هو رؤيتنا وبصتنا، ما رح نرجع بيوتنا غير ما مستمرين سلميتنا ويقتلوا واحد واثنين وعشرة ومقدمين كلنا أنفسنا وكلنا مرهج جرماني وكلنا رح مقدمين على مذبح الحرية وكل سويدا منطقة.